ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. شوفوا يا حبايب يا حلوين، الجامعة الرشيدية من الأعلى، وهذه هي قريتنا، هذه هي ديرتنا. شوفوا ديرة الأجداد، ديرة الآباء وديرة الأجداد. شوفوا الطبيعة الخضراء، وهنا الغروب. شوفوا ما شاء الله منظر الغروب من الديرة. وين ديرتنا تعرفوا، أو وين بيتنا اللي في القرية؟ شايفين الركن، الركن هذا حق المبنى، مرة خلف المبنى هذا بالضبط بيتنا اللي في الديرة. شوفوا ما شاء الله الجمال، شوفوا الطبيعة الخلابة. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، كيف شايفين ما شاء الله، كيف المنظر بالله يا حبايب. شوفوا النهر كمان، هذا النهر اللي بيفصل القرية ذيك عن القرية هذه. يا سلام، اهو هنا الجامعة الرشيدية من الطرف يعني من البداية. هنا هذا المبنى كله اللي انتم شايفينه، المبنى مع الزنك، دار أبو بكر الصديق رضي الله عنه، هنا دار عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا دار عثمان بن عفان رضي الله عنه، هذا دار علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومن هنا لين هنا هذا كل الجامع، كل المسجد ما شاء الله تبارك الله، هذا كل المسجد. بعدين هناك بقية العشر المبشرين بالجنة حتكون المباني. شايفين المباني أبو الزنك هذه كلها إن شاء الله تكبر وتطول بإذن الله، كلها بتصير إن شاء الله. طبعا رؤية الجامعة، رؤية الجامعة، أنا طبعا حاليا على دار محمد صلى الله عليه وسلم. رؤية الجامعة أنهم بيبنوا 10 مباني بأسماء العشر المبشرين بالجنة بإذن الرحمن، بحول الله وقوته إن شاء الله يمدينا ننجز هذه الإنجازات كلها بإذن الله بدعواتكم. شوفوا أنا دحين فوق دار محمد صلى الله عليه وسلم، وهنا الجامعة الرشيدية من الخلف. شايفين هذا الشارع، هذا الشارع اللي يعني بيجيبك من المدينة ويدخلك على الجامعة. أهو هنا شوفوا بوابة، طبعا هذه بوابة فرعية، وفي بوابة البوابة الأساسية من هنا خلف أو مع بجانب المبنى هذا. وشوفوا ما شاء الله النهر، وشوفوا الطبيعة يا حبايب. يا الله سبحانك ربي ما أعظمك. شوفوا ما شاء الله تبارك الله الأجواء الخلابة، هالطبيعة يا سلام. بنغلاديش أرض الطبيعة، أرض الخضرة، أرض الجمال. شوفوا ما شاء الله طلاب العلم رايحين جايين، كل واحد ما شاء الله معاه كتابه، كل واحد معاه شغلته. طبعا دحين وقت العصر، وقت الفسحة، الواحد يتمشى يغير جو، يشرب له كباية شاهي، عنده حاجة يخلصها، عنده مقاضي يشتريها. وقت العصرية وبعد العصر فقط تلقوا الناس كده أو الطلاب بيتمشوا. طبعا هذه كلها محلات، شايفين هذه اللي أبو زينك، هذه كلها محلات ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. وسبحان الله يعني الجو عندنا خلاص غيم، مش غيم، الضباب. شوفوا سبحان الله الضباب نازل على الأرض، تخيلوا. شوفوا شايفين الخط الأبيض هذا إلا بين الأشجار، ترى هذا الضباب سبحان الله. وشوفوا دحين لسه وقت العصر أو خلاص قربنا المغرب، وشوفوا ما شاء الله غروب الشمس، يعني من دحين الأجواء ما شاء الله تبارك الله ضباب، وحتى بين الأشجار وبين البيوت شايفين الضباب. أجل فما بالكم لما الوقت يبدأ يتقدم ويجي الليل، وأتخيلوا وقت الفجر الواحد ما يشوف شيء، والله ما تشوف من هنا إلين هنا، يعني ما تشوف يدك زي الناس، والبحيرة هذه كلها تختفي مع الضباب. شوفوا ما شاء الله تبارك الله الطلاب كأنهم نمل من فوق. يا سلام شوفوا البحيرة الجميلة هذه، يعني أنا حبيت أصور لكم من الأعلى عشان تأخذوا فكرة كاملة عن الجامعة الرشيدية، هذه هي حلم الوالد. الطلاب كل واحد ما شاء الله تبارك الله مع صاحبه، وذولي طبعا ضيوف، ذولي اللي تشوفهم بدون ثياب، ذولي ضيوف جايين يتفرجوا على الجامعة. وشوفوا الأشجار هذه ما شاء الله، شوفوا الترتيب، شوفوا ترتيب الأشجار بانتظام ما شاء الله تبارك الله، ما في شيء عشوائي، شايفين كل شيء بنظام معين. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. دعواتكم يا حبايب، دعواتكم للجامعة، دعواتكم للوالد، دعواتكم إنه ربي يحقق حلم الوالد إنه بيبني المباني الباقية هذه كلها كمان. دعواتكم
للمدرسين اللي هنا، دعواتكم للطلاب اللي هنا، دعواتكم لكل من ساهم في هذه الجامعة، ساهم سواء بالقول، ساهم بالفعل، ساهم بالتبرع، ما شاء الله تبارك الله. الله يجزاه خير كل من دعا للجامعة الرشيدية، كل من دعم الجامعة الرشيدية إن شاء الله بطوبة، طوب واحد ساهم إن شاء الله بطوبة، ساهم إن شاء الله مثلا بحبة رمل، ساهم بحبة أو بكيس اسمنت، ساهم إن شاء الله بسيخ حديد. الله يجزاكم خير، ما تقصروا والله. طبعا هذه الحاجات اللي انتم شايفينها كلها الحمد لله بفضل الله، ثم بفضل ثم بفضل تبرعات اهل الحي، اهل القرية، اهل المدينة، اهل بنغلاديش، اهل الدول المسلمة، خاصة من السعودية، ما شاء الله تبارك الله، جزاكم الله خير الجزاء. هذه البحيرة المركزية حقت الجامعة الرشيدية، طبعا في أسماك في البحيرة هذه. وشوفوا ما شاء الله هذا الأخ جايب أطفاله بيعطي للسمك رز محمص، والسمك عادي يأكل ترى. هذا أمير المؤمنين تبعنا. شوفوا ما شاء الله السمك أهو، شايفين؟ ما شاء الله ما شاء الله، يا سلام يا سلام. ألف ديو. ألف. إذا أي إلا المسلم كوي. إندونيسيا مصنعي. إندونيسيا ما ساسني كني. شوف السمك ما شاء الله. يا سلام. هذا حوت، هذا ما هو سمك ما شاء الله. حبايبي أوريكم منظر يعني على قولهم ما أقدر أفوت. شوف الجامعة الرشيدية من الأعلى، والغروب الحبايب اللي في السعودية الله يحييكم. كيف كذا؟ لا يدي هي السعودية على الجهة دي، نحن شرق السعودية. شوفوا كيف ما شاء الله تبارك الله الجامعة الرشيدية، وشوفوا الأجواء اللي ورايا. والله أنا على الحافة، إيش أنا على الحافة؟ شايفين الحافة فين وأنا فين؟ أهو شوفوا الطبيعة الخلابة. ويه يا سلام، وشوفوا النهر اللي قدام الديرة عندنا، إيش يعني قدام الديرة؟ مرة على يعني الشارع والنهر، ونحن بعد الشارع على طول، هذه هي ديرتنا.